بس لفت الدنيا سبيل المصادفة الكاتبة والشاعر والمترجمة لمناقشة أحدث بينها الأدبين رواية بيار ساحر. والدكتورة سهير هي كاتبة وشاعرة ومترجمة ومستحيل سلسلة الجوائز لترجمة الأدب الأجنبي للهيئة المصرية العامة للكتاب، لها ديوانان من الشعر، الأول عنوان هجوم وديع والثاني عنوان فتاة تجرب حتفها. ولها أيضا العديد من الروايات، فلها رواية تحمل العنوان الأولى لحظة باريس، الثانية ميس إيجيبت ومحنة الطباع، والرواية الأخيرة هي رواية بلان ساخن التي نحن بصدد المناقشة. شكرا لكم جميعا، والآن نبدأ بأستاذ الدكتور سيد علي، أستاذ الأدب وأستاذ المسرح في الأدب. أشكر القائمين على الكلام وأشكر الدكتور أشرف على هذا اللقاء، وهذا الأمر يذكرني بتعرضي لأول مقالة أكتبها عن أول تنشر مصر إبداعيا أو كتابة صحفية في العالم العربي الإعلامي. معروف بأنها الكاتبة قالت بيجي من 1970 مشروع جدا منها اول رائده للصحافه، اول كاتبه للكتابه الصحفيه في العالم العربي. نشرت مقال في مجله الجنان في بيروت، ولكن الشيء قرر يعني اجد امراه تصفقها باسبوعين، نشرت نصا روائيا او قصة قصيرة من صفحة كان أجيد بوستير. عندما كتبت هذه المقالة يعني أخرى بدلا كبيرا، لأن كانت الجزيرة الأولى هي الأشهر اضطررت إليه. عموما عندما قرأت رواية بيار ساحر حقيقة تخيلت وانا في منتصف الروايه بانني امام اسلوب جديد او طريقه جديده في الكتابه لم تمر عليها بسلبياتها او بايجابياتها بغض النظر، لدرجه اني بدات ان افكر عندما ارجع من الذاكره عندما اقرا اي شيء كان باب قصة أو رواية خط أو نقطة أبدأ منها الموضوع. كانت المشكلة عندي عندما أمسك نقطة أو خيطا يهرب إلى نقاط الاختلاف بينهم. هذه المشكلة أيضاً أصابني أنا شيء لدرجة بقولها صراحة
بصراع شديد. كل نفس الجزئيه تروح لجزئيه ثانيه. كل نفس الجزئيه الجزئيه ثانيه يمكن ان يكون بسيط. النقاط تبدو طبعا يعني كان مرتب. ولكن لما قطع هؤلاء النقاط. مثلا ومسيح هؤلاء العناد من محافظات الكتب على هؤلاء الابتدائيه. مثلا في اتجاه نقاط واحده. عبد العالي هنا كتبها او روايه او السلام روايه او تطلب ليلونه طبعا تطلب من عبد العالي من نفس حوالي الرجال من زوره من ملاكه تطلب من المحكمات بالاخص او المشاع انا عرفنا بعض التلميذ ماذا لم تقل امراه لإبقاء هذا الحجاب أو هذا الشان أو هذا المشاع عليها أنا كنت متخيل في هذه الفترة أن يكون ذا الرجال المجنونة، أنا قررت امرأة يعني أشوف عشان أخلي امرأة عليا أفضل من أن أطلب من امرأة تفتح لها النساء. أنا موسيقى بدأت تعطيني انطباع من البداية وكأن صورة المحجبة غير مرغوب فيها في الروايه. هكذا يعني الانطباع في البدايه. مع مرور الوقت خلاص الى الحقيقه مع مرور الوقت اكتشفت ان من سطر عوض المراه كان صعيدا. عندما فك الشام او الامام اللي كانت مترين لاسطر سبع كان فاصل. طبعا انا في بدايه الفصل وانا بقول يعني اصبحت بعد مده صفحات انا اقصد ان الجزئيه دي لم تذكر لم تذكر ان من سخرها رجل ليس المراه اللي انا سخرت من حجاب من وضعي هل سخرت اخترت الصعيد هل كانوا الصعيد كانوا موجودين بدراسه فيه بسرعه لكن كان من الالف اللي ربنا من الجزئيات انها اختارت علم الصعيد والله اعلم هل تكون صوت الكرة ده ليه؟ أنت ما شاء الله ما خليتيش مدفونة، ما بقاش رصيد، أنت كنت بتخش رصيد التفاصيل التفاصيل، جيت عندي في رصيد. ليه؟ وجهة نظري إن الصليب يهمني هي الطربوش كمان هي سقف رأس الرجل هي كرامة. الصليب يقتلني ولما بيشتروا أعلى علم مع الناس أكبر إهانة. لاحظ الجزئيه دي موجوده ابدا مباشره في فيلم البيت الاول بتاع احمد زكي صعيدي ولد البلد واول ما بدا يشرب الخمر في الشقه بدا يتطوح ويغني دايما فات حته 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 قبل رصيحه دايما فات ضربت على الصعيد ونصف الفن ده هنا الجزئيه مهمه جدا لان الصعيد استطاع ان يصبر أو المرأة برمز كرامته الشيوعية. أنتقل لنقطة ثانية. كثرة الأوصاف لما نشوف تخيل طبعا هي فكرة عن رأسي رأسي لما نقرأ في الآية يذكر في كل شيء أكثر من مرة صحيح هو بيحاول يقيس ليه عمل زي كده ليه من فوق ليه من تحت بيحاول يعرف المعنى الواحد يذكر ب 20 وقت او 4 او 5 ورا بعض ناخد مثال مثال واحد فقره بصحة 38 النظرة عندما نقرا القرآن نظرتها بارده فقط بارده مؤمنه لا تعكس اي مشاعر ابدا ولا يمكن ان تكون الا الشيطان انا موافق كمل نظرتها بارده للمره الثانيه ده ادب انا ما نصفش مره ده ادب يعني لو هتكلم لا لا مش
رسالة الى شاطئين مرة رابعة الوقت الهدى طفلة أربعة خمس الأدب اللي نتكلم عنه دي نفس السؤال كما حد هل ده مطلوب؟ ليه؟ أنا قاعد وده أنا هنقوله بس مثلا أنا أحقق كل الأشياء فراغ وهنتناقش فيها إذا كثرة الأوصاف وكثرة المواصفات الشيوعية نيجي مثلا من ضمن الأشياء أيضا شوف كم مرة وصف من والملوخية والعشق والخبز الساخن والضوء حوالي 12 13 مرة أنا عرفت إن الراجل بيحب الملوخية وياكلها بالساخن يقول له نفس الوصف ده 12 مرة كفاية كفاية تقول مرة واحدة والملوخية مختلفة ليه؟ بهذا الوصف الكامل ثلاث مرات الحقيقة الله أعلم. نيجي بقى للنقطة اللي بنتكلم
كلها عايز تحطها في وقت. كل ما يعرفونه سواء صارت او طارئ. انت بتحطي تفاصيل التفاصيل التفاصيل مش ممكن بدرجه ان انا بقول يعني مثلا كلام كله، 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 كلام كله،
فيصل ولا تصدق شيئا لو قلت ماذا الشاهد. شكرا. شوف بقى انت ايه فقط يعني سر شاهد فيصل ولا تصدق شيئا لو قلت ماذا الشاهد. فقط اتذكر مقولة الملك فيصل على الكبر ثم تذكرين مقولات في السياسة. مني كان تفكير وانا شغال معاه هي اللي نوع انا مش قلت حلو ولا وحش. انت بتكتبي براحتك لكن انا قارئ مهم امسك حاجه وقتها شغوف صفحه هذه يعني هتعرف حاجه انت بتقطعي كل الاشياء اللي اصلا مش كمل الكتابه ولا في اطيره بسرعه من الروايه فصل ملاكم بين التفاصيل الفصول بعناوين متبدله عبد الزمن وهكذا يمكن ان عبد الزمن هل ده الاضطراب؟ انا كان في نقطه صغيره عن وقت اقرا الروايه بسرعه اقرا كل الفصول الاولى مع بعض اقرا كل الفصول عبد مع بعض احكي ما اجد مهتمة بقضايا عامة أو رومانسية
أو رومانسية مجهولة بمحور ذاتها فقط، ولا واقعيا تكرس كتابتها نموذجا نقديا لسلبيات مجتمعها. إنها كاتبة تجاوزت هذه المراحل وعالجت مرحلة الاضطراب المعصرة ومعايرة الأسئلة والهواجس الكبرى التي تؤرقها وتشعرها بالاضطراب عن الذات والآخر والاضطراب عن المكان. فنجد لها القدرة على التعبير عن خصوصية هذه التجارب الإبداعية وربطها بنسيج قوي لكل ما تحتاجه كتابة الرواية من صياغة رؤى قادرة على التشكل في قالب فني. يأتي عنوان الرواية بياض ساخن متشظيا معبرا عن مجموعة نصوص منتملة لأجناس متنوعة وصفتها الكاتبة إلى عالمها الوادي، ولكن بكتابة واعية بذاتها تتآزر مع ما تخلقه الكاتبة من زرد أكثر تحررا وجرأة في أفكاره ليعرض الواقع الذي وهنته الأزمات الاقتصادية والظروف السياسية. فأضحى الإنسان فيه مؤرقا لكل ما يحيط حوله. وتحيل لنا الكاتبة لذلك وتقول: أحاول نفس قرب رأسي لإخراج مخي، أحاول نبش فروة رأسي لإخراج مخي لأتأمله وأتحقق ما يظن فيه الآن. مجرد سائل يتشظى من درجات اللون الأبيض الساخن اللانهائية، أشعر بمقدار حجم لهيبها كأنها خارجة من فوهة بركان لم يسعف من المداد كل الأقلام المتاحة. فالمشاهد تأتي كاملة، ثم سرعان ما تغيب في درجات هذا البياض. وتقول أيضا: هل زحف البياض الساخن على مخي عندما ضاقتني النوم من مقبلي؟ وتحيلنا ما زلنا مع العنوان الذي بلغ أشده وتكاثر هذا البياض الساخن عندما تقول: أشعر بهذا البياض الساخن المتأدب الذي يتناسل في مخي ويجعلني أرى الناس بالتفاصيل وكأنني أراهم خلف ستائر بيضاء، ستائر تفصل بين عالم لي وحدي، وبين عالم يقفزون فيه قفزات لا أفهمها. وتسكته على هذا الواقع الراهن وتقول: إن البياض الساخن يتكاثر ويواصل زحفه ليبلغ الرجل من على الستارة، وما تكدس من كرمانة على جانبي شارع ضيق في كرداسة، وتضم لمكان كرداسة أيضا شيئا إيجابيا فتقول: وكأن الولد وكلها مجهولات يدوية أعرف أنها غامضة الثمن وأظنها أنها مصنوعة من كرداسة. جاءت هنا لغة الرواية في نسيج لغوي مختلط بين الفصحى واللغة الفصحى والعامية. فمثلا تذكر الكاتبة بعض المنصورات الشعبية جاءت بلغة عامية معبرة عن الواقع المعاش داخل أسوار هذا المعتقل الاجتماعي الذي يكرس العادات والتقاليد لبعض من يميزون نوع الولادة ذكر أم أنثى. فتقول: أما ألوه بنية وقعت الحيطة علي. وتقول أيضا لأخيها مجدي: إلي تتغير محبته تتغير مخبته. وتعاذر أيضا الشعر الفصيح معبرا بقول عنترة: يا عبد حبك في عظامي معادني لما غلط روحي باسمي فكر. وعالم الشعر الذي زجت به الكاتبة فرواية وهو عالم ساحر غامض مليء بالأحاسيس والمشاعر البياضة يستدعي مجاننا
يبدى لنا الشعر ودلاليات ورؤيته للواقع. فكل هذه النصوص واستدعائها مربوط بوظيفتها السرديه. وقال ايضا وذكر من القران الكريم ومن الادعيه النبويه ومن القران الكريم: فرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ودعاء الرسول: اللهم اليك اشكو ضعف قوتي. تقول نبدا ايضا عندما نتحدث عن بطل الروايه ونبدا بالشخص البطل الرئيس او الشخص الرئيس في الروايه وهي عبلة. البطل في الروايه تكره كل ما حولها، كل ما يحيط بها، امها، جدتها، عمتها فاطمه. تقول دوم ولاده عبلة كانت نتيجتها تسليم عبلة لعمتي بعد اسبوع لتعتني بها، خصوصا أن أمي قررت ألا تبدع موالدها خوفاً على دمار سنها. وهذا تفرق وهكذا تفرق أبي بمعادلة أمي بعد أن كانت تموت عندما عالرها دون قصد منه ببنور أبيها. تصف أخيها الذي رجل لا يحب أيضاً أحد، وهو يريد مضارات الرفقة والابتسامة والحنان، ولا يحب احتضان احد خصوصا انا. وتقرب هذه الشخصيه من كل ايضا مما يحيط بها عندما تستمع الى صلصله الاغراس اتيه من عده قرون عده تهيؤات مضى. واحيانا استمع الى وضع فقرات ثقيله تسير دائما من غرفه الى اخرى، وعندما تتعب على ما يبدو تتوقف امام سريري وتتداعى هواجس عبلة. تقول اتامل الصف، او يعني يقول لو عبلة شخص واحد، اتامل الصف العالي فكل اسقف المباني القديمه في الزمان، واتاكد ان نجفته العملاقه بها شبل صغير مختبئ لينقض علي بين لحظة وأخرى. أنا لا أميل أبداً إلى التعميم في أي شيء من الأشياء، ولكن لو تناولت من الوجهة النفسية أكون نظرتها للمحجبات. هل سمعت النساء المحجبات؟ هل سمعت النساء المحجبات صرختي أسطروها لم تخلع إحداهن وشاحها تزدك في التأكيد بستر عورة عبلة وهن جارحة غربية وجامدة لا يرفع غربهن الغربية سوى الرجال؟ فكأن الكاتبة تسكت عليهم ما يختزنه، ما تختزنه هي وما يختزنه بعض أفراد المجتمع من كروبهم وبغضهم للإخوان المسلمين الذين تصفهم ايضا بعدم الانتماء لبلدهم مصر، حيث كانت تهديدا لهم بصوتهم البهوري 22 يونيو 2012 تصف قبه في السماء بانهم سيشعلون النار في مصر واهلها اذا لم يفز مرسي. ياتي هامش الروايه عن تمتع الكاتبة بثقافة متنوعة. أحياناً نتعلق مع النص ونختلط به، فمثلاً عندما تحدثت الكاتبة عن فرانس وشيك تقول في المدن: أكاد أصرخ كيف أنا شبه عارية، أكاد أصرخ كيف أنا شبه عارية، هكذا إلى جوار رجل لا أعرف حتى اسمه. أتلفت لعلني أجد صور مشتركة لنا معا، لا شيء سوى مستنسخ لبورتري مدام دي بومادور ونتعانق، وفي هذا المد نتعانق معه الهامش ليكشف عن شخصية هذه الشخصية والذي عنده رائد اتجاه أبو الكوب في فرنسا، مما زاد هذا النص وتعانق بين النص مع الهامش مما زاده رمقا لغويا تتعانق معه احداث كثيره. فاثرت
على مائدة الحكم عدة شخصيات عربية وعالمية فنية مشهورة، عمرو بن كلثوم وعمر الشريف وعمر خورشيد وعبد الحليم حافظ وغيرهم، وظهرتها الكاتبة في السرد بصورة حية ضربة. فتقول بطلة الرواية عن زلاج: ولكن هذا الرجل أكثر وسأكثر وسنة من عبد الحليم حافظ، فشعره قدري منتظر مسير حتى هو دائم، ولا يجبي تسريحة عبد الحليم المسمسمة على دم، والتي كانت الشيء الوحيد الذي أكرهه به. وتتحدث عن سعاد حسني: أكاد ترى سعاد حسني ممدودا في سوادها على أرض غريبة بعد سقوطها من عين. وتقول عن كاتبة أرجنتينية مارتا ليش، وهي تقف أمام المرآة تتأمل التداعيات التي سحبت إلى وجهها وهي في 60 من عمرها، ثم تخرج المسدس من حقيبتها وببساطة وبدون تردد أو قرابة وبمهارة تصوره نحو رأسها. هل كانت تصوره أيضا نحو البياض؟ الذي رأته يسحب في اتجاه ذكرياتها ليلتهمها؟ بطلت الرواية ما زالت متوقسة وخائفة دوما بالرغم من ثقافتها، وهي التي أتقنت 5 لغات وأتقنها ل5 لغات، ومن الخوف ما تربت عليه. عندما يرن في أذني تحذير عمتي فاطمة فألا أبكي في الحمام حتى لا يلبسني أحد الجان، أسحب أيضا من الأقوال التي قالتها أسحب الإله مين ملفوفا بمنشفه تحت السرير ورأسه في الحقيبة، فلم أترك هنا بالتأكيد حتى أفك اللعنة التي ألقاها علي. لماذا لا تناديني هذه الفتاة ضمن التوقسات أيضا للخادمة؟ لماذا لا تناديني هذه الفتاة باسمي حتى أتذكره وأنا لم أقرأ كلمة مدابسي؟ ثم تأتي بعد ذلك في سرد وحكم يعد أحداث كثيرة متشعبة، تربط بين متعبدة الذي اكتشفته بعد مرض عبدة الذي اكتشفته بعد موت والدها بشهرين، ظهرت جمع، وكل كلمات القاموس التي استنبطها الصور في الميادين جمعة الغضب وجمعة الكرامة وفي حب مصر وحب الشهيد ونريد نبذ الثورة ونبذ العمر إلى آخره. فنتحدث عن المتقنين، ثم ما زلنا في أقاولها تتحدث عن المعتقلين الذين يلبسونهم بدلات رقص مبرقصة، وعن حدث أمن الدولة 5 مارس 2011. ينظر مجدي ليلة الغيظ كأنني أنا اقتحمت وأحرقت مقرات أمن الدولة، ثم صورت المستندات التي تهيج وعرضتها على الشاشات بعدما أشيع عنه أنه يتفنن في ألوان تعذيب المعتقلين. ذكرتها الكاتبة وأن أيضا ذكرت أيضا عن بعض الشعارات كلنا خالد سعيد والإسلام هو الحل، كل ما لها من تأثير في تعبئة الجماهير ومثل الفوضى، كل ذلك وكل هذه القضايا متابعها إلى أن تصل وتتأمل وتقول: لا أتذكر أن سنة رجلا وضعني على الركبتين. هنا المشكلة وهنا الغرفة لهذا الموعد. لا أتذكر أن سنة رجلا وضعني على ركبتيه يحكي لي حكايات، ولم أعد أتذكر سببا واحدا في مسار أيامي الطويلة يشدني للبقاء. وتقول على لسان بطلتها:
ما زلت ولا الطفلة التي كانت تسير بين سوق المشردين وهم يواصلون الطفا أسري على هذه الطفلة هي المسؤولة. هل هذه الطفلة هي المسؤولة عن ضخ البياض الساخن في رأسي؟ كانت الطفلة مشعسة تبرق عيناها بشكل غريب، كانت ساهمة والليالي طويلة تولد لها سواد عمرها وتحاول أن تكتب الفرح، وهي تحاول أن تكتب الفرح، وهذا ما احتاجته عبلة بطلة الرواية، وتحتاج كل نساء بلادي، وهذا ما احتاجته عبلة بطلة الرواية، وتحتاج كل نساء بلادي، كما تقول عبلة نفسها عن زوجها: لا تستطيع ده كل الكوارث إلا محبة تشبه محبة سامي وهو زوجها الذي قال لها: ليس للمجانين طلاق، أحبه يا مجنونة أحبه حتى لا تمر حياتهن. فأوصيكم بنساء بلادي حتى لا تمر حياتهن عبر سلسلة مضنية من التوبسات المغرقة التي تحول دون سعادتهن. فهل من سامع أو مجيب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور عشر، دكتور عشر قد ألقت الضوء على العنوان ودلالاته على بعد الرواية التي نختلط فيها الفصحى العامية على عالم الشعر الذي تمتلئ به الرواية وتوصيف الشخصيات العامة في القصه والأحداث الحياتية الجالية ومكانة المرأة. فإن الدكتور سيد عنكي بداية قد ألقى الضوء أيضا على الوصف، على التفاصيل، على التناغم بين عبلة شخصية عبلة وليلى، على توفيق الشخصيات، على التأثر بالإعلام وقضية إخواتنا والإهداء وعلاقة الإهداء بالاختلاف. شكرا جزيلا. والآن مع الدكتور عزوز. الدكتور عزوز السليم عنكي، شكرا. المجتمع المصري في فترة من الفترات تعرض هذا المجتمع في فترة الماضية التي تحقق فيها هذه الوحيدة التي تكون حصلت لنا، ثم تبدأ بعد ذلك في البحث الدؤوب عن الذات التي فقدت Yeah.
هي مصر بالنسبه للكاتبه عبر تعرض ولم يسترها كما ذكر الاستاذه الا الاصاله المصريه من ناحيه والناحيه الاخرى النيل العظيم الذي اكمل نصف الدائره على حد قول الكاتبه. بحث الكاتبه طبعا هذه هذا جزء من بعض المنال البسيطه اللي في العمل البطله أصيبت بالجنون. كان من المفترض والفكرة التي يبدأ هذا الجنون تحديدا بوقت المجيء إلى الكون، لكن حينما نقرأ داخل العمل بين أن هذا الجنون كان متواضعا عبر الجد كان يصاب بعض الموبات وبعض الموجودين في الأسرة كانوا قد يصيبوا ببعض الموبات الجنونية، وبالتالي هذه الجزئيه تحصل على الكاتبه وليس عليها. كون ان الذي يحدث له هذا الهام او الجنون يكون وصلا بهذه الدقه، طبعا ده الحد ذاته اما نسميه الفكره العبقريه ان الرجل المجنون ده ممكن يعرف ايه اللي بيحصل او نسميه شيء اخر. طبعا ده باختصار حول الروايه دعونا ندخل في عمق النقد الادبي. الروايه هي عمل ادبي رائع من ناحيه الفكره التي تلح عليها الكاتبه، ولكن طبعا لذلك كما قلنا الثرثره الكثيره قد تفسد العمل. نبدا بجزئيه التماس. طبعا احنا عندنا نقاد كبار وعمليات نصل الى بعض المصطلحات، وللاسف نحن كباحثين عرب نذهب برضو، وانا طبعا واحد منهم مش هطلع نفسي منهم. جورج نيب قال لنا في حاجه اسمها المتعاديات النصيه، التفاعلات النصيه، لان هناك نصا يتفاعل مع نص اخر، هناك متفاعل، هناك شيء يسمى ترانس اكسبريتي فرنسي في الاصحاح استاذ كمال يقول نطق خطا، يعني المتعاديات النصيه النصية سواء كانت نص أو مناص أو ميتا نص أو باراديكس أو اللي هو النص الموازي. أنا بس هحط بعض الأمور هذه على هذا العمل وليكن التناص. التناص طبعا هو كما طبعا أساس جوليا كريستيفا وهي أصلا أخذته من ميخائيل باختيار والموسيقى الحوارية والغاز. التناص بدأت في هذا العمل واضحا عند الكاتبة حتى مع عبلة نفسها، فعبلة هي التاريخ، عبلة هي عنترة المشتات، عبلة هي المحبة العاشقة الحافظة لمحبوبها والمحافظة على نفسها. هكذا كانت عبلة في العمل في من أوله إلى آخره كانت محافظة على روحها المصرية، وبالتالي كانت المحاولة حالة من محاولة التمسك بالقديم والتمسك أيضا بالحديث. عبلة التناص مع عبلة التاريخ، وأيضا هناك تناص عديدة في العمل من بينها ذكر الكاتبة لفظ ذكر الرائحة. ذكر الرائحة للمبدع طبعا سبحان الله الرحيم، سبحان الله الرحيم هي تقصدها، وذكر تلك الرائحة التي سمتها في المطبخ وفي البيت وألحق عليها أكثر من مرة، وكانت عيناها على تلك الرائحة سبحان الله الرحيم. هي نفسها البطلة سمى من خلال ألفها رائحة العالم الكريم وقبح العالم الذي ينظر اليها هذه النظره التي بها قصر الى حد ما. هذه الجزئيه في تماس في هذا العالم. جزئيه اخرى في عمق هذا النقد ايضا جزئيه المناص. المناص طبعا من الفعل ناصر اسم فاعل ويجمع على مناصات
الذهب كثيرة في هذه المسألة. أتت بقى من كل حدث المصاب من طبعاً النص له تقسيمات، قد يكون النص حقيقياً، قد يكون تاريخياً، قد يكون دينياً، في جمع كل هذه الأمور في هذا العمل. ما يقصد الكاتبة في هذه الجزئية أنها حاولت أن تعيد لنا فكرة أن الرواية هي في الأساس رواية تعليمية تقليدية، مبدأ الرواية التعليم كما كان منذ البدء منذ أكثر من 100 عام تقريباً في الرواية العربية. النص الأول الذي جاء فيه الكاتبة، طبعاً أتمنى أن الدكتور يكمل الجزئية دي، ولكن هوضح الجزئية أن الكاتبة تأتي بمدام ديبولادور إنسانة مثقفة شهيرة فرنسية، إنها صارونها الأدبي الثقافي الشهير، طبعاً كانت قد عشقها وحبها لويس الخامس في فرنسا، ولها حكايتها ولها روايتها، طبعاً أرادت أن تلقي الضوء على هذه السيدة الجميلة العفناء، وجاءت من خلال عبدة، لما عبدة تكون تنظر في المرآة وترى هذا الرجل الممدد خلفها بعد هذا مباشرة تذكر البوتري أو الصورة أو المستنسخ اللي موجود على الحائط، وهو مستنسخ أو صورة لمدام ديبولادور، وتبدأ تصف الحالة. ولما تصل البطلة وهي في حالة من الهذيان والجنون، تتذكر إلى حد ما أنا كقارئ أو كمتلقي أعي وأعرف أن البطلة مثقفة من عائلات فيها هنا هذا النص يسمى نصا ثقافيا تاريخيا. الكاتبه كانت مدركه بحق الادراك لهذا الامر. طبعا هناك منصات عديده، اهمها ايضا نص برضه الدكتوره ذكرته وكان لسه جميل عشان ما اقلوش. الايه الكريمه لما تاتي النص هو ان ياتي الكاتب بكتابات اخر ويضعها في التفاصيل، هذا هو النص وليس التناص. التناص هو حوار نصوص، هذه الجزئيات افهم اسفل او الحدس زي ما ذكرت في الفيديو رايح اكثر من مره واطلعها تاني، ده النص. بينما النص بينتهي ببيت شعر زي ما هنشوف دلوقتي، هذه الايه القرانيه كلام رب العالمين. كما نعلم ان النص عباره عن بنيات صغرى، هذه البنيات الصغرى او البنى الصغرى تتكتب جميعا من اجل البنيه الكبرى للعمل. وقد لا يرتبط على الاطلاق البنيه الصغرى او المناص ده، قد لا يرتبط، وده ليس قانون ان يرتبط هذه الجزئيه وهذا المناص بفكره العمل ككل، ولكن المناص الذي بدات به الفكره كان فهما للفكره التي تدور حولها وفكره الثقافه. يجب ان تتعلم الذات المصريه وقيمه الذات تحديدا ايضا ولحوا عليها، لأنها كانت يعني كانت عينها على الذات، تحصل على طريق للبحث عن الشخصية المصرية، ودخل إلى قلبها من خلال الذات. وأيضا الكاتبة حاولت أن تمر وتجول داخل هذه الشخصية المصرية من خلال الذات التي بين جنبيها، الذات المتعلمة، الذات المثقفة، إنها مصدر تبحث عن خلاص من الهواجس التي تألمها. هذا النص الآية القرآنية قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، جاءت به تحديدا الأمر السبب قد يحدث له نوع من الانفعال لو أنتقل. طبعا في سلبيات كثيرة جدا، ولكن أنا أنتقل الجزئيات اللي هي تخدم المعرفة ونتعلم قبل هذه الآية. لابد ان ينطبق النص بما قبله وبما بعده، والا لم يخدم هذه الجزئيه حتى ولو لم تنطبق الروايه ككل بما ملوش فايده، لابد ان يخدم حتى على الاقل هذه الجزئيه. النص الايه القرانيه ارتبطت بالسبب لها من خلال حديث الكاتبه على لسان عبده او على لسان لولا عم تقصد هي الكاتبه، فحدث نوع من فقط في كلام وترتعاشة التي أصابت الكاتبة، فرددت هذه الآية.
الآية كانت الآية لها بمثابة تهدئة للمرأة وتهدئة للوقت نفسي للسنة. طبعاً في هناك مصطلح عديدة كما جاءت فيها الكتابة، وليكن البيت الشعر الشهير وأفضل من أفضل البيت الغزل أن العيون التي في طرفها حور قتل لنا ثم لم يحيينا قتلنا بجليل. طبعاً هي تعزف على وطن في كافة الحالات قتل الثقافة، وكأن هذه البلد تحتاج إلى مزيد من الثقافة على لسان البقرة وعلى لسان حتى التي وصلت بالجنون عامة. وأنا أعتقد أن الشخصيتين هما شخصية واحدة وهي الكاتبة نفسها. المصدر عديدة في هذا العمل، وداخل أعضاء العمل زخمة فكرية حتى جاءت به جزئية أنها كانت تطوف وتجول داخل البلد، وكان معها فرأت ياسين تهامي في بلاد شغلانة رائعة البلاد هي أعطى الناس من في المعاملات في الاتصال في الاتصال وطبعاً أنا الذي نظر الأعمى إلى الأدبي أسمع الكلمات من الاتصال قصيدة رائعة أراد الرد يعني بشكل إن إحنا هناك تراث أدبي كبير وشاع، بس هذه جزئية بتكون إن إحنا عندنا في ناس تمدح شعالية الدين في ثقافة وكهالب عندنا الدين. ننتقل إلى جزء آخر من العمل وهو برضه في العمق النقد الباراديكس أو العتبات أو النص الموازن في هذا العمل. فقط جزئين بسيطتين، الغلاف مثلا والعمال والغلاف في الإبداع. الغلاف رسم الغلاف اسمه موجود كما فعل
ومحى أسماء سأمحي اسمك من الوجود. طبعا لسه طبعا هتشوف لما هتشوف لا هو المعبد بتاع هو في واحد طبعا محى أسماء إذا هي أدمحت الانتصارات أخوها ونسبته إليه لعبة تشبسوت. طيب الثالثة المدرسة الثالثة المدرسة الثالثة من مدارس الأغلبة وهي المدرسة المبادرة مباغتة يعني آيات الغلاف مبادرة للعمل نحن بالأول نشكر أيضاً دكتورة سويسرا على هذا الاتفاق في مجالات النقد وعلى هذا الدرس النقدي الرائع. شكراً جزيلاً. والآن مع الدكتور عادل دوما. استماع الدكتورة سويسرا. عندما وصلت رواية بياض ساكن وقرأتها استمتعت كثيرا منها ووجدت أن هذا العمل في غاية الثراء ومن ثراءه نستطيع أن نقرأه في ضوء مناهج مختلفة نستطيع أن نقرأه في ضوء الكتابة السورية نستطيع أن نقرأه في ضوء التنكيل أو نستطيع أن نقرأه في ضوء مناهج مختلفة وعديدة تثيرها هذه الرواية التي تفتحها. لماذا؟ لأن فيها ما فيه والبنية الزمنية فيها والبنية المكانية واللغة وما إلى ذلك في غاية الثراء ونستطيع أن نقرأها في ضوء هذه المناهج المختلفة وليس هناك منهج واحد يستطيع أن يغطي جواب هذه الرواية لأنها رواية سرية. العنوان في لافت هو بياض ساكن والعنوان دال وكأنه نص لأن النص يأتي لمترجم أو ليمثل هذه الدلالة التي انسحبت على جميع ما في النص وأثرها. البنية الكبرى في هذه الرواية تتحدث من خلال شخصية أو شخصيتين سيدتين مأثمتين وفي نهاية لا نعلم الأمل. الشخصية الأولى هي شخصية دولة والشخصية الثانية شخصية عبرة وهي تسرد عن طريق التوالي عن طريق 20 فصل
كل فصل معنون باسم بودا بعده ياتي اسم عبده وهكذا حتى الفصل العشرين وهو بلا اسم. اذا فهناك منظم ينظم هذا السبت. المنظم اعلم بيودا واعلم عبده وياتي بفصل بيودا وياتي بفصل عبده. وحينما تقرا سبت بيودا وسبت عبده تلاحظ في الجانب ان عبده الضمير المهيمن على سبتها هو الضمير الاول من. اما يودا فالضمير المهيمن على سبتها هو الضمير الثالث هو او هي بالتحديد لانها تنوي في الغالب عن شخصيه اخرى هي شخصيه. وحينما نحلل البنيه الصوتيه للاسنان نجد ان عبده حينما ندررها اسما كلها يودا يعني مثلا فاذا يخيل الانسان انهما والجاد عمله واحده وياتي الفصل الاخير فيكدس هذه المخايل. الحقيقه ان هذه الروايه تتعاطى تيار الوعي، تيار الوعي فيها له هيمنه وله خطوره. وطالما ان هذه الروايه من روايات تيار الوعي كما اراها فإن الرحلة في الغالب تكون هي الداخل أكثر من الرحلة إلى الخارج، لأن طالما أن فهي ذات أنثوية تحكي ما يدور بداخلها، وحينما تعبر عن هذا اللاوعي فإنها تعبر عن الوعي وتجعلنا نلمس الواقع السياسي والاجتماعي من خلال هذا التعبير. عندما نلاحظ أن الجملة المهيمنة على لغة هذه الرواية هي الجملة الفعلية والتي تبدأ في الغالب بالفعل المضارع، مما يجعل السبت في حركة وفي قفز وفي مبالغة، لأن نحن لا نحن نسير مع الرواية ولا نعرف لها ما الذي سيحدث، فإذا تباعد مع السبت. البنية الزمنية محملة بالثمار في هذه الرواية لأنها ليست بنية تعقيد مما أدى إلى عملية التعقيد في الزمن وصراعه في نفس الوقت، لأن عملية الارتدادات جاءت بفترة دائمة مقابل عملية الاستبداد. فهناك ارتدادات كثيرة جدا إلى أحداث الماضي وأثرها على بنية الشخصية وعلى واقعها. لا شك أن هذه الرواية حققت معادلة صعبة جدا بين التزام الكاتب وجمال الكتاب. فالرواية ملتزم بالتعبير عن الواقع السياسي والاجتماعي في فترة ما مرت بها مصر، ولكنها خرجت من المباشرة عن طريق المعالجة الفنية لأثر هذا الواقع على شخصية مأزومة، شخصية نسائية. تلمس هذه الرواية بحق تلمس هذه الرواية بحق الإنسانية العليا، يعني فيها حالات إنسانية عالية جدا تستطيع أن نقرأها. وأنا أشهد أنني كنت قبل الرواية في شعور وفي مزاج من نوع ما، وبعد قراءة الرواية أنا أصبحت ذا مزاج مختلف تماما بعد قراءة هذا العمل، مما يدل على صراعي وعلى أثره الكبير في المتابعة. الحقيقة أيضا أن القدرة الترميزية عالية جدا في هذا النص، لأن القدرة الثقافية والخلفية المعرفية والثقافية مدلولة في سياق واقع إنساني واجتماعي، مما أدى إلى عملية السرادية الكثيرة في هذه الرواية التي تجعلنا نعيش في عالم ومعمار روائي ليس بسيطا على الإطلاق، وإنما هو معمار به سرادين كثيرة، وهذه السرادين يصبح معطوها إلى بعض، ونحتاج إلى خيط لكي نسير بهذه السرادين التي تجعل مزاج الإنسان مختلفا تماما بعد قراءة الإطلاق. هناك ايضا تلمس هذه الروايه بحق ما نستطيع او ما يسمى في الحق الادبي جماليات القبح. فهناك احيانا تركيز على القبح الجميل، فهناك جماليات القبح لا شك اننا نستطيع ان نرى
لا شك أننا نستطيع أن نرى في القبح الكثير الموجود في هذه الرواية جمال النوع الخاص، وقد استطاع كثير من النقاد والكتاب والمفكرين أن يروا في قمة القبح جماله وإيقاعه وسيميته. القدرة التركيزية أيضا موجودة هناك، حالات إنسانية والإسمية لها حرفها الواضح، لأن الذات ذات مسؤولية تثير مشاكل على امتداد الزمن مع الرجل. وحينما قرأت مقطوعة عن أن المرأة عليها أن تقشر البصر وعليها أن تربي الأولاد وعليها أن تأتي بالمكسرات لزوجها النائم على ظهره وهو يضع رجلا على رجل، وعلى الزوجة أن تأتي بكل شيء، حقيقة تأثرت كثيرا وقررت بيني وبين نفسي أن أكون أكثر إنسانية مع زوجتي. شكرا لكم شكرا جزيلا دكتور عيدي، وشكرا على هذه المحاضرات الخطيرة. ولكنها في نفس الوقت قد حاولت أن ترسم لنا جو الرواية المبسوطة. شكرا جزيلا. والآن حان دور الدكتورة سهير، نحب جميعا أن نستمع إليها وإلى التجربة التي كتبت هذه النقاط. كل الفرصة عندك في فرصة لنا طبعا بعد الدكتورة سهير. جزيلا. كمان المرة يعني الشخصيتان هما شخصية واحدة بالفعل،
والكاتبه هي من الف هاتين الشخصيتين على لسان شخصيه واحده. اذا نحن امام روايه ترمز الى الوطن عبر مصاب عالية في الشوارع مثلما كانت مصر عالية في الشوارع حين تولى حكم حسني بس وحدد بصوته في التحرير انه لو لم ياتي لحرق مصر وكلنا استمعنا الى هذا التهديد. عبر ترمز الى الوطن. ذكر الدكتور عزيز ايضا ان هذه البطلة كان ما يحسب على الكاتبة أنها جعلت المرض وراثي. لا الكاتبة مش جعلته وراثي بس لا يعرفه وراثي بالفصام أن الوطن مصاب بالفصام منذ احتلال الأطراف في مصر وتجدد هذا الفصام في هذه اللحظة. إذا زمان الرواية مدته عام شخوص الرواية بطلة رمزة لديها ثلاثة أولاد. الأولاد الثلاثة هم المختلفين أيضاً واحد هو المسلمين وهي مسلمين أحمد وإبراهيم مع واحد حياتي. هذه رواية
روايات إحسان عبد القدوس التي يبحث عنها الدكتور سيد علي، ويقول لي أنا كلما أمسكت بخيطي يتوب علي الخيط. سألنا العميل أن يتوب عن طريق الخيط. هذه هي المدرسة التي أكتب منها، هذه هي المدرسة مدرسة تيار الرواية التي أشار إليها شكرا الدكتور عيدي. هذه هي المدرسة التي فيها رواية ما بعد حدثية تتكئ على المعلومات الكتاب الأولي. هذه هي الرواية التي من المفترض أن يدخل إليها أستاذ الأدب الفاضل الجامعي في الجامعة المصرية، وهو يعرف لا أقبل إن نتكلم على أساتذة الجامعة موجودين وحاولوا هم اللي ينوروا الناس للرواية. لا ده هذا أصعب من نتكلم على أساتذة. لا كل اللي موجودين كلهم أساتذة. يا سيدي أنا كأنك تقولي طبعا يا دكتور بس يعني زي عشان شو بنسير لا كمل دكتورة رشا قالت إن أنا واخدة موقف جذري من المحكمات. أنا لا أحب التعميم أن المحكمات أنا أتخذ من كل النظر نفسية كإسقاط. صحيح. صحيح. هذه هي عزيزتي البطلة مصطفى من الأول. يعني كما استخدمتي أنت يعني هذه تكفي زي ما الدكتور سيد قال في أول الموضوع خالص أنها تقول عين علي عين باردة، ثم تقول عين باردة ثمت عشرات المقاطع أبيانية. يعني الدارس أو الباحث وأنا كاتبة المقال وكاتبة الدراسة وكاتبة عملية الرواية إذا الباحث عندما خصوصا ان هذه البطل مستشهده بالايات القرانيه ومستشهده بالاحاديث، وهي تكري وصنعت بطل من عميقه بطل نفسيه وكذلك تدين مصري فكري. اذا هذه البطله تمت ما يجعلها تكفي من هذا الشيء، يعني تكفي وراء الكلمه على اعتبار انها بطلة مريضة وليست عادية. يعني هذه رواية نفسية درس الآن في كلية علم النفس لأنها رواية نفسية مأخوذة تصنيف بطلة. طبعا لما يشكركم وأنا ما سألتش من كلامكم أرجو إن ما من حقي ما يزعلش. شوفوا اللي سمعتوا كده صوت الصحيح. احنا قدمت حضرتك رأيي عندما عايزين نسمع تجربتك عن الرواية، لكن تجربتك عن الرواية مش تقييم في النقاط. يعني انا قدمت حضرتك الكاتب يكتب كما يشاء والنقاط يقول اللي هم عايزين، والكاتب يقول تجربته عن الرواية مش لا صح ولا غلط. عشان كده بس يعني انا كمان عايز اسمع الرواية. لا اشكرك اشكرك. عشان الناس اللي بعد اسمك يعني شو يا استاذ شو ده؟ انا لما اكتب النقاط انا بدات باني استمع الى حضراتكم واحده واحده. اوكي انا تمنيت ان اجد حديثا مفيدا يستحق انني سوق العربيه بتاعتي من هناك عن الروايه. حصل؟ لا 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 لا. أنا انتظرت لو سمحت يا دكتورة لو سمحت أنا انتظرت أن أجد حديثا بلغ بنيويا وحديثا نقديا حقيقيا استمعت إلى شهادتين وشكرتهما أوكي ورددت عليهما واستمعت إلى روح مترصدة أخرى ورددت عليها. فما هو تقييمي للنقاط بعد إذن حضرتك؟
وإذا كانت القراءة بها أخطاء والناقد لا يعرف أن البطل هو شخص واحد وليس شخصية ثانية. يعني طبعا استاذ سفيان معذوره والزملاء ايضا معذوره. السؤال المصدر ممكن ان تطلع اول عمل اللي هو كان السؤال عندها اهم من مشكلتين. المشكله الاولى ان هي فعلا من خلال دراستها من خلال احتكاكها بالعمليه الادبيه بشكل مباشر فهي تحاول ان تكشف المسؤول عنه في الادب المصري والذي تسبب في تخلفه. يعني هي شايفه هذا الهم حقيقي. لما نبص نلاقي المكان او زي ما يقول الاخوه في المغرب العربي الفضاء في شغل سهير المصطفى يغلب عليه العشوائيات والعشوائيات هنا ليست فضاء معماري بس ولكنه فضاء ثقافي وفضاء تعليمي وفضاء صحي وفضاء سياسي وفضاء اجتماعي. فضاء العشوائيات او مجموعه الفضاءات العشوائيه هي التي تشغل سهير المصطفى وحملت نفسها مسؤوليه الكشف عن المسكوت عنه حول هذه العشوائيات. النقطه الثانيه اسباب انتشار التوغل في نفسية الإنسان المصري. مصر ليست إخوان أو عسكر أو مصر إنسان متفسر، إنسان منفصل على ذاته، إنسان مستوي ما يعرفش إمتى ينافق وإمتى ينتهز وإمتى يبقى جد وإمتى يقصر. هذا الإنسان فعلا هو محور أعماله. أنا فاكر الشخصية الرئيسية كان الولد المصاحب اللي اتعلم ده كان في العشرة اللي قدام بيتعلم لكن من جواه الشعبيات وبالتالي مصادرها في اعمالها هي عناصر الثقافه المصريه الواقع المعاش التاريخ الدين الثقافه الشعبيه وده اللي بيخلي نتوهم ان هناك تناقص. هي بتتعامل مع هذه الشخصيه المصريه بكل مفرداتها التاريخيه والثقافيه والدينيه باعتبارها جزء لا يتجزا فيه. طبعا اسلوب الكتابه بتاعتنا اللي هو النقاء الاحداثي اللي ما فيش فيه الهرمون التقليدي اللي احنا اعتدنا عليه عند نجيب محفوظ او عمل توفيق حكيم او عمل الكتاب بتاع تولستوي او اسلوب ما بعد الحداثه بيخليها تقفز قفزات وتعوض. ما فيش رابط لان العالم كله افتقد الى هذا الهرمون. فما بعد الحداثه هو عمليه عشوائيه في الاختيارات لكن في النهاية عايزة توصل قضية وتشخص هذه القضية فقد يأتي من يستطيع أن يحل هذه القضايا وهذا الحل غير موجود ولن يأتي أبداً هذا الشخص. فسنظل في هذه المتاهة التي زي ما قال الدكتور عايدي ما تقدريش تمسكي لها منهج ما تقدريش تمسكي لها مدرسة ما تقدريش تخش للنصوص سهير المصطفى بأي منهج تقليدي أو منهج واحد. يعني احنا مع احترام كل الاساتذه اكتشفنا ان شخصيتها الاساسيه محتاجه واحد يشتغل في علم النفس وبالتالي فهي معذوره والجلسه معذوره لان اعمال سهير المصطفى حقيقي محتاجه درس خاص ومحتاجه ناقد خاص لم تاتي به مصر بعد. فربنا يوفقها لغايه ما يجي لها الناقد اللي انتوا تلاقوه بقى كويس يبدا فعلا يقصر بشغل صغير المصطفى. تمام؟ بس انا عايز اقول لك ما بعد الكلمتين الحلوين دول بقى يعني شايف مره خارج نعم عنوان مداخلتي انا واكس واكس اوفي ما هي علم النفس وهي رسوم التشخصيه يعني الدارس ما بعد الدراسه يعني ايه نص المتشخصي يعني يجمع بين شظايا ما معنى كلامك؟ شكرا جدا.
تعمل شويه. عموما الكل دلوقتي رمز. حاجه رمز شيء مركز. الكل دلوقتي رمز من 200 ل 300 صفحه. اي رمز كده هتكون مسلم. اذا كنت تريد منها خلاص. عموما انا مش عايز ان انا اتكلم في حاجه واحده. ليه يا بطل؟ يا ترى المشكله فينا ولا المؤمن؟ الدكتور الزهير قال كلمه حسن فيها اعرف فيها مشكله في كل اللي انا قلته. يا ترى انا نفسي اعرف او اسمع ان الاربعه من الاربعه كلهم وصلوا النقطة أو عرفوا إن الشخصية عندها أفضل. للأسف ما وصلناش ده. أنا لو دكتور عادي أنا 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 عادي الفساد والمحسوبيه والرشوه
مكتوب عليا دكتور السكون المصري. يعني انا ما بتكلم عن الجامعه، انا مكتوب عليا فكره. فانا شيء يعني غريب اني اتاكد بالرمز ان مصر عاريه ونحاول ان نصدقها من 2013 حتى الان. ده رمز لا تجاوز ولا حاجه، ولا حضرتك بيزعلني. حضرتك ما زعلتيش ابدا، لان مصر جيدة تحتيه بالدمار من الفساد والرشوه. مصر لم يكن بالجيدة التحتيه يعني ايه زي السوس بينخر فيها بقى من ربع قرن. ولا من 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 أبداً.